مساء الخير عليكم. بعدا بالنسبه للفكره ديال لو سيت ديال جينيغود، كنظن بان هذه الكلمه ديال جينيغود عندها بزاف ديال المعاني، وكنتمنى على الله ان جينيغود تجيب لنا الناس جود نيشان ان شاء الله. ما فهمتيناش بغيت نقول، تبارك الله عليك. هذا الشيء اللي كنتمناه من هذا السيت ديال جينيغود.